اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل يوم الثلاث الساعه تسعة حصه التاريخ حطوها بقى في جدول الحصص علشان ممنوع الغياب لان الغياب في حصص التاريخ بيؤدي لمشاكل في الحاضر وبلاوي في المستقبل أو فارجوكم احرصوا على حصص التاريخ لانها بتخلينا نقرا ونفهم ونتعلم مساء الخير يا دكتور مساء النور استاذ تامر حضرتك ان شاء الله بخير الحمد لله الحمد لله دكتور واحنا بنتكلم بقالنا حوالي شهر في بنتابع الاحداث والصراع اللي حاصل والعدوان الاسرائيلي على غزه فاحنا كمان حصه التاريخ معموله علشان الناس تحاول تفهم التاريخ وتطبقه على اللي بيحصل طبعا النهارده طبعا فتفهم من المقارنه والصور. الحقيقه ان اسرائيل فكره العدوان وفكره القتل وفكره الاغتيال مش جديده عليها. صحيح اللي بيحصل دلوقتي مجزره ربما هي الابشع بس اسرائيل منذ تاسيسها في 48 وهي سلسله طويله مدى القتل والاستهداف والاغتيالات كلها شرف يعني. فحضرتك احكي لنا حكايه الدم في المشوار الاسرائيلي الشيء المؤسف ان حتى يعني هذا العنف ما سابش العلماء نفسه آه يعني بالرغم من ان هم لما بداوا في 48 وفكروا في مسألة محطة نووية اللي هي ديمونة وفعل ديمونة الغريبة أن كان في عالم أمريكي اسمه فوكس هذا الرجل كان يؤمن بأن لا لن يسود السلام العالم إلا إذا الدول كلها امتلكت القنبلة الذرية لأن كل دولة تعمل حساب الدولة التانية بقى، ويبطلوا يضربوا بعض. يا معهم. سلام، يعني آه. هو جابها بالعكس، بدل ما ننزع السلاح النووي، آه. لأ ده الكل يمتلك، فبالتالي الكل يخاف من الكل. اه اه. فبدأ بأنه هو يسرب أسرار ذرية عسكرية لإسرائيل والصين. الاتنين مع بعض. وقد كان هي هم بدأوا بقى في مفاعل ديمونة والشيء المؤسف ان لما جون كينيدي عرف بهذا الموضوع فشكل لجنه لدراسه موضوع ايه حكايه مفاعل ديمونه ده وهل هي إيه حقيقه ولا مش حقيقه والى اي مدى وصلوا فيه أوه. كانت النتيجه اغتيال كينيدي نفسه ولما جاء بعد منه جونسون والمساعد بتاعه بيقول له اللجنه اللي شكلها جون كينيدي قال أرجوك تقعد ساكت لأن كينيدي دفع عمره بسبب هذه اللجنة ونقعد ساكتين بقى فالشيء المؤسف أن هم ما قدامهمش غير العنف يعني ما يفكرش أن العنف يجيب عنف ويولد عنف لا عندنا يعني راجل عظيم جداً جداً اسمه الدكتور جمال حمدان طبعاً العالم والمؤرخ الكبير اه الراجل ده يعني من مواليد سنه 28 والعبقريه بتاعته ان هو يعني خلص جامعه في سن يعني بعد يعني هو في عمر ال 20 كويس يعني على سنه 48 سلطه اهي الدكتور جمال حمدان الله يرحمه اه هو ده تمام الراجل ده كان عبقري وكان آه يعني العبقريه بتاعته بانت يعني في ميوله في الخرائط الجغرافية لدرجة أن المدرسة التوفيقية اللي كان فيها يعني طلبوا منه أن هو يرسم خرائط بحيث أن هم يستعينوا بها في شرح الجغرافيا والجغرافيا التاريخية وهو و... ما زال طالب وهو لا زال طالب آه. 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 وكان ذواق آه للموسيقى وكان يعني عازف عود خطير كويس. وده يدل على ان فعلا يعني الموسيقى هي التي تغن... تغذي الفص الايمن من المخ وهو فص الابداع لان الفص الايسر هو حاجه زي الكمبيوتر تحط فيه وتاخد منه لا يزود ولا يع... انما الذي ياتي بالجديد هو الفص الايمن وغذاؤه الموسيقى والرسم والنحت والتصوير وسائر الفنون فدي يعني بتؤكد النظريه العلميه بتاعت ايريك هولمز دائماً ان احنا أيما. يجب ان نهتم بالفص الايمن من المخ يعني ونغذيه باستمرار وشيء كده كان زمان المدارس فيها حصه الموسيقى صح والرياضه ومش عارف ايه والفنون كلها يعني صح. والرسم والكلام ده كله آه جمال حمدان آه سافر وخد الدكتوراه بتاعته وقابل واحد عظيم جدا كان في انجلترا كان في جامعه ريدينج وكان اسمه اوستن ميلر الراجل ده يعني كان مقدم البحث بتاعه على انه ياخد ماجستير قال له لا دي بتاع الدكتوراه واداله الدكتوراه عليها يا سلام اه اوستن ميلر هذا لانه وجد عبقريه كبيره قوي وان الشغل بتاعه ده شغل رهيب جدا يعني آه. جمال حمدان وقع في حب فيرنا سكرتيرة أوستن ميلر وعزم على أن يتزوجها وطلب منها أن تعود معه إلى مصر كان عاشقا لمصر تمام. فهي قالت له لا ما أقدرش أجي مصر فرجع مصر من غير فيرنا اللي هي وقع في هواها ومنذ ذلك التاريخ لا نعرف شيء بخصوص المرأة في حياة جمال حمدان لا نعرف انه اتجوز ولا ما اتجوزش لا لا ما اتجوزش ما اتجوزش لا 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 ما اتجوزش هو بقى لما رجع آه الحقيقه يعني حس بالاضطهاد الفظيع جدا يدوا محاضرات لا يجب ان يعني يدي محاضرات في الجامعه جامعه اسكندريه التي يقوم بها المعيدين وهو واخد دكتوراه وهو هو والاخر وراجع وحس بالاضطهاد اكتر واكتر هو لما رجع جاي واتعين استاذ مساعد. أي. فكانوا يدوا له محاضرات يقوم بها المعيدين. وبعد كده هون لما جه دوره في الترقيه كان يجب ان يترقى الى استاذ اخروه في الترقيه وراوا من هم اقل منه في العبقريه بتاعته فتألم ألم شديد جدا وقدم استقالته وبيت بسيط جدا ما كانش فيه حاجه يعني غير حاجات بسيطه خالص أي. انما عكف في هذا البيت على ان طلع روائع غيرت التاريخ وغيرت الجغرافيا وغيرت اول حاجه طلعها لنا اللي هو شخصيه مصر ودراسات في عبقريه المكان اربع اجزاء 250 مرجع عربي و650 مرجع اجنبي في هذا الكتاب الرائع اللي هو شخصيه مصر الراجل ده يطلق عليه بانه عراف آه السياسه الدوليه والمستقبل بتاعها فتنبأ سنه 68 بانهيار الاتحاد السوفيتي الذي وقع وسقط في 91 1991 اه وتنبا بانفصال اوروبا الغربيه عن امريكا وتم هذا وتم بحاجه خطيره جدا أن انظروا عمران حين يفيق الشعب الامريكي سوف تصبح امريكا عملاقا سياسيا قزما اقتصاديا وما نستغربهاش اكبر بلد مديونه في العالم النهارده هي امريكا ومديونه لاكثر دوله ديناها هي الصين يعني انما طبعا بكل اسف لما نيكسون استبدل يعني الغطاء الذهبي بغطاء ورقي اللي هو الدولارات اطبع زي ما انت عارف يعني ما انت عارف انما هم طبعا شوف الديون اللي عليهم شكلها قد جاء في سنه بعد كده هو جمال حمدان طلع كتاب خطير جدا سنه 1968 اسمه اليهود انثروبولوجيا اللي هي تاريخهم الانساني جاب بقى حاجة خطيرة جدا ان هو اللي اتكلمنا عنها قبل كده اللي هي الدولة الخزرية. ان هم يعودون إلى مملكة الخزر. إلى مملكة الخزر ده الأساس بتاعهم. تمام وقال إن هم في الشتات تلاشوا بسببين: إن معظمهم اعتنق الديانة ديانة أخرى عشان يقدروا يهربوا من الاضطهادات والحاجات اللي زي دي. اضف بقى الى هذا الاضطهادات زي اسبانيا وغير اسبانيا مم. والشعوب كانت بتكرههم زي ما اتكلمنا النوبه اللي فاتت وينظرون اليهم ان هم سبب الكوارث و و ده كان الكتاب اللي بتاع انثروبولوجيا اليهود. اليهود. وحدد المكان بتاع هذه المملكه انها كانت شمال القوقاز وجنوب اسيا وكانت ما بين البحر الاسود وبحر قزوين طبعا. وانها كانت وأكد هذا أيضا بأنها كان هذه الجمهورية كانت تكاد تكون مستقلة وكانت اسمها جمهورية البايرو مش عارف إيه كده كانت لها اسم كده غريب هو جابه يعني المهم أنها يعني فضلت يعني المفروض كانت الجمهورية دي تستمر لولا فكرة الصهيونية العالمية اللي شجعتها الدول الأوروبية وجات بقى فكرة فلسطين فكرة م. فلسطين دي أساساً مش جاية يعني هي أساساً من إنجلترا بالذات والاجتماع اللي عملته 1905 ل1907 وقالوا إن إحنا وصلنا القمة دلوقتي وبعدين معروف إنها الحضارات بتنهار بعد هذه القمة ففي هذا الاجتماع جمعوا بقى مجموعه من العلماء انهيار الامبراطوريه الرومانيه، انهيار مم. الامبراطوريه الالمانيه، وقولوا لنا انهاروا ازاي ونعمل ايه؟ فابتدوا يفكروا في ازاي نوقف هذا الانهيار. تمام. فطلعوا بنتيجه ان ايقاف هذا الانهيار اللي تنبا به جمال حمدان ان اوروبا لابد ان تخلق لها عدو وكان هذا العدو هو الدول الاسلاميه العربيه اللي تنبا بيه 1999 هانتنجتون صح اللي هي صراع الحضارات صراع الحضارات او صدام آه الحضارات المهم آه ل... نهايته كانت انه بكل اسف يعني ما خدش درس من ضلل على شمعتك تقيت ابتدى يعلن جمال حمدان إن... جمال حمدان ان هو بقاله عشر سنين بيعمل كتاب هيبقى زلزال في العالم كله هذا الكتاب اسمه اليهود الصهيونية بنو إسرائيل وإن هذا الكتاب تحت الطبع تحت النشر على وشك الخروج ومن ألف صفحة طب أعلنت ليه؟ المهم أعلن هذا الكتاب ابتدى ترتيب الموساد الإسرائيلي بكل أسف الشقه اللي فوق منه خدوها اتنين سكان نعم سنة كم؟ هو اغتياله كان سنة 1993 امم ابتدوا بقى يرتبوا له قبلها بشهرين ثلاثة كده فكرة الاغتيال دي بقى مم. لأن قبل الاغتيال بشهرين جاء اتنين سكان خدوا الشقة اللي فوق منه كانت فاضية كان زمان بقى شقة للإيجار يعني فقام سكنوا الاثنين دول وزقوا عليه برضو واحد يخدمه خدام خد و والامور ماشيه عادي وكويسه وكل حاجه وفي اليوم المشؤوم ده هو اللي هو كان 17 ابريل 1993 وتسعين اللي حصل ان مات جمال حمدان راسه مهشمه وحريق واخد النص التحتاني من جسمه الكتاب بتاعه اللي هو اليهود الصهيونيه بنو اسرائيل اختفى والحريق لم يلمس ورقه اخرى من المكتبه بتاعته وبس الكتاب ده اللي اختفى اتضح بعد كده ان الاثنين اللي, اللي جم سكنوا فوق منه يهود والولد اللي كان مزقوق عليه اللي هو الخدام بتاعه اختفى بعد ال المصرع بتاعه او بعد اغتياله والاثنين اليهود ده برضو اختفوا بعد الاغتيال بتاعه. الطبيب اللي شاف الجثه وبتاع وجد الكسر بتاع الجمجمه ده هو وقرر بكل اسف يعني ان الحريق لا يؤدي للوفاه لان ده في النص التحتاني ومن بره. وان الدخان لم يؤدي للاختناق. فهو طبعا قتل بضربه على الراس نفس الطريقه برضو اللي قتل بيها يحيى المشد برضو ضربه على الراس وبرضو كان اغتيال من الموساد بس الموساد اعترف بقى بحكايه يحيى المشد ايا وبرضو انما ما اعترفش لا باغتيال جمال حمدان ولا سميره موسى برضه قصة يعترف فعلا بيحي المشد نعم اعترف بيحيى المشد فعلا اعترف بيحيى المشد اه وعملها فيلم كمان مم. يعني يحيى المشد برضو يعني بكل اسف ان هو لما راح كامبريدج كان المفروض ياخد الدكتوره بتاعته من كامبريدج كان في الوقت ده الدنيا متكهربه فطلع على روسيا وخد الدكتوره بتاعته من روسيا بعد ست سنين رجع بقى كانت الظروف يعني لا تسمح بعمل مفاعل نووي او او الى اخره فالنرويج عرضت عليه وكانت ظروفه الماليه صعبه راح النرويج هناك وغلطه غلطه برضو او نسميها شجاعه خلقيه بس هي ادت الى ان في مؤتمر عام قال يعني خطبه قويه جدا ازاي ان فلسطين دي دوله محتله و وازاي ان اسرائيل ملهاش حق في هذا و و و فالعينين تسلطت عليه رجع مصر انما يعني ظروفه الماليه كانت صعبه فالعراق عرضت عليه ان هو لانه كان يعني خطير جدا في المفاعلات النوويه والتركيبات بتاعتها وحاجات من فقبل انا كان اجر كبير قوي يعني بتاع. فراح وأول حاجة أحس بها العراق إن هذا الرجل رجل عظيم جدا إن كان العراق اتفق مع جاك شراق في إن هو يعمل مفاعل نووي فقالوا له أوكي وما فيش مانع وخدوا منه طبعا مبالغ قد كده فأول شحنة جت لهم من اليورانيوم المشع عشان يبتدوا الشغل بقى وبتاع يحيى المشد فحصها فالمفروض نسبة اليورانيوم المشع فيها في 90% على الأقل لقاها 9% فقال لهم لا دي شحنة مغشوشة وإحنا لا نقبلها فطبعا أحسوا العراقيين أحسوا بشطارة هذا الرجل لا. وبولاء هذا الرجل فردوها لفرنسا وقال لهم لا إحنا ما اتفقناش على كده وده غش يعني وما ينفعش كويس. المؤسف بقى ان فرنسا قالت مش هنقدر نديكم اليورانيوم اللي هو 90% ده الا اذا جه يحيى المشد يستلمها من عندنا. يحيى المشد احس بان في حاجه ومراته احست ان في حاجه. نبعت حد من عندنا لا هو نفسه اللي يجي. لا لا المهم راح بكل اسف. المريديان طبعا فندق عظيم جدا كل حاجه و بكل اسف الموساد يعني حدوته بقى كبيره ودخلوا عليه الاثنين وكان برضو على راسه يعني وين عملوا حاجه حقيره جدا فوطه في الحمام وحطوا عليها احمر طلاء شفايف على اساس انها قال ايه حاجه عاطفيه يعني وان ممكن تكون واحده وجوزها موته وكلام الفارغ ده كله انما بكل اسف هي في بنت قعدت تطرده بس هو قفل الباب في وشها وبتاع البنت دي كانت شاهد على اللي حصل لانها قالت انا شفت بعد كده حصل وحصل هي اختفت ضربت يعني يعني ضربوها بعربيه وانتهت يعني خلصوا عليها عشان ما تبقاش هي شاهد الوحيد في هذا الموضوع اذا كان في وقت اقدر اكلمك عن لا هي القصه انه الشواهد اللي حضرتك قلتها والقصص اللي حضرتك قلتها آه. بترصد بس فكره المشوار الاسرائيلي القائم دايما فكره العنف دي موجوده في العقيده الصهيونيه اه بكل اسف يعني, يعني فكره التخلص من الخصوم والتخلص آه من الاعداء آه وان ب... ما فيش حاجه فكره التواصل مع الاخر وثقافه الاخر لا لا هم عندهم آه التخلص من الاخر آه ودي قصه في منتهى الخطوره آه لازم طبعا نبقى طبعا نبقى عارفينها وفاهمينها آه طول الوقت آه وللاسف موجوده لحد دلوقتي يا دكتور موجوده طبعا ان هم آه زي ما حضرتك تفضلت انه الدم بيجيب دم والعنف بيجيب دم وعنف طبعا طب امتى هيفكروا في ان ناس هم ناسهم المفروض يشعروا بالامان او يعيشوا في بيئه امان لكن واضح ان الامان بالنسبه لهم هو التخلص من كل الاخرين اه هو يحسوا بال... يعني ياخدوا الدرس لما تبقى ولما تبقى قوه وقفلهم بنفس القوه بتاعتهم ده يعني يقدروا يحسوا بيها او لما يحسوا ان ثمار هذه ال... يعني السياسه الدمويه ما تجيبش نتيجه يعني صحيح يعني حاجه من اتنين يعني بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور دايما بتسعدنا وبتثرينا بمعلومات حضرتك شكرا, شكرا جزيلا نشوفك الثلاثه القادم ان شاء الله علي خير شكرا, شكرا جزيلا بعد الفاصل مؤسسة باب جنة لا تذهبوا بعيدا